بعض المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي كنت انا واحده من هادي تيبره. خديت عهده وفعل يالله. انا جربت هاد الشيء وهاد الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأوفياء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ولا تيأسوا. السيدة نجاة ذات 38 من عمرها عانت من مشكل الوسواس، الضيق، اكتئاب الأعصاب، صداع بالرأس، فشل صحي، تنملات وألام بالجسم، اضطراب النوم، الخوف، أحلام مزعجة، ألام وحرقة بالمعدة. ولكن بفضل الله تعالى وبفضل المكملات اللي كتقدمها مراكز الهاشمي تم شفائها شفاء تام. جينا مشاهدينا اليوم وحنا كلنا فرحة وسرور باش نشاركوا هاد السيدة فرحة الشفاء ديالها. فبقوا معنا مشاهدينا نتابعوا جميع مسيرة هاد السيدة مع المرض وكيف كانت المكملات اللي كتقدمها مراكز الهاشمي كافية في شفائها. بقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بنا اليوم عندكم. مرحبا بكم. الاخت نجاة، تعرفيني بنفسك، شنو كديري في الحياه ديالك؟ جالسه دابا. جالسه في الدار. جالسه في الدار. ما كنتيش كتقراي؟ قريتي من قبل؟ لا كنت خدامه. ولكن قريتي في صغرك؟ لا شي حاجه. ما عمرك ما قريتي شي حاجه وين ما وصلتيش حتى؟ كنتي كتشتغلي عادي؟ وعلاش جلستي من الخدمه؟ شنو المشكل؟ وقع لي هذا الشيء صافي جلست. واخا احكي لي شنو المشكل اللي كان عندك؟ تنحس بالصداع في راسي من هنا وكنشني بحال الضيق هنا في الجسم ديالي من هنا. في الاول كنتي كتعيشي حياه عاديه؟ ما كان عندك لا الام لا حتى شي حاجه؟ حتى حاجه ما كان عندي. شحال كان في عمرك؟ شحال كانت؟ كنتي خدامه في شريك؟ كنت خدامه في شريك. يعني كانت كبيره عاقله. المهم كنت كون عندها شحال يكون عندها؟ كانت يمكن 30 سنه كوكو. ولا حقا يعني كانت في العشرينات؟ كلشي 22 ولا 21. يمكن ديك كتمارسي حياتك عادي؟ عادي. واش كيفاش وقع لك هذا الشيء هذا؟ باش بديتي كتحسي؟ وقع لي انا كنت خدامه هكا في الماكينه، تحكت بشي حاجه هبطت عليا بحال شي لبسه لبستني. صافي من تما حسيت بحال الضيق فيا، بحال حسيت بحال الطج هكا، بحال عنطج. صافي من تما جيت بحالي من تما صافي. مابقيتيش رجعتي للخدمه؟ صافي من تما. شنو بقيتيش كتحملي الخدمه؟ صافي مابقاش يعني مابقاش عندي معايا يعني ديال الخدمه. صافي وقع لي هذاك. كنت نحس بالالام عندي هنا في الصداع في راسي من هنا، تنشد من هنا من هاد البلاصه هادي من هنا وفي الصداع في راسي بزاف. جوك وساويس؟ وساويس. كنت ترض متين جيت وانا ترض وانا ترض وانا تنتقيه. جاك داكشي بردان؟ بردان. باش كيتيش تكوني كليتي شي حاجه؟ هما نعرف انا قلت الله اعلم. يا كانت قالت لك ملي تغدى وقالت لك البنات زادوا لها الماء بارد زادوه لها في القرعه، قالت لك شربت منه ملي هوت يلاه جلست على الماكينه. وانا عارفه انا داك الشيء هذا الماء اللي شربته صافي ما عرفتش شنو كاين. ما مشيتيش للطبيب؟ مشيت. دوزتي شنو قال لك؟ دوزت ما عندك والو. قلت لك الطبيب ما عندك حتى شي حاجه؟ هضر بجد. قلت لك ما عندك والو. وانتي كتحسي براسك راه عندك حتى؟ وانا حسيت عندي الام يعني بديتي كتخافي؟ تجيني بحال الخوف بحال. بديتي عندك الوسواس؟ وسواس. الام في الجسم كامل؟ في الجسم ديالي. في الصدر؟ احكي لي عاودي لي داكشي اللي كنتي كتحسي به. يعني تنحس بالضيق عندي بزاف، كنت نحس به وما كنتش نحمل هكا الراحه كيما هكا، يعني خصني نبقى غادا جايه بحال هكا بحال هكا. صافي سمحتي في الخدمه ديالك؟ بديتي جالسه في الدار. وبالنسبه ل تقدر تجلس دابا بحال هكا مع الناس بزاف ولا تحمل الصداع ولا تحمل الضياف يجيو عندي ولا تجلس معاهم وتمسعه ولا شي حاجه؟ ما كاينش. دائما مجعوجه ديما ما شاداش الراحه ديالها كاع. دابا تقريبا راه شي يعني شحال شي 15 عام ديال المرض؟ راه طالعه في شي 15 ولا 14. ومشيتي ديتيها للاطباء؟ ما خليتش الحبيب الطبيب اللي ما مشيتش ليه، اللي ما عرفتوش. كلشي ورق عندي. وشنو تيقولوا لك اعصاب؟ تيقولوا لي ما عندها حتى حاجه. كيديروا لها تحاليل؟ تيقولوا لي كاين شي واحد اللي قال لي ديري لها الرياضه. انت من هي تيقولوا لي ما عندها حتى شي حاجه. درت لها سكانيرات. سكانيرات درت لها التحاليل. كلشي تيخرج مزيان. كلشي تيقولوا لي ما عندها حتى حاجه.
وهي داك الامر اللي فيها شان نقول لك غريب غريب. انا شت زعما شت عييت وما شتش انا بحال الحاله ديال بنتي. صعيب داك الشيء صعيب. عانيتي معاها؟ عانيت بزاف الحبيبه. قالوا لي سيري على العيون دوك العيون اللي تايبي مشيو ليهم الناس، المولى يعقوب، سيدي حرازم، سيدي سليمان، مول كيفان. المهم في ما قالوا لي سيري كنمشي، واللي قالوا لي ديريها لها كنديريها لها، كنعطيها داك الشيء باش ترد باش ترد. كلشي تيقولوا لي ديري لها هذه ديري لها هذه، وانا كنعطيها باش ترد بدون نتيجه والو. ما كاينش تحسن، ما كاينش تحسن، ما كايناش. البنت بحال اللي كنحط هذاك الشيء في الرمله، ما كاينش زعما شويه ديال الراحه ولا شويه ديال التحسن ولا ولا والو. عندك شي وليدات اخرين؟ ايه عندي بنيات، عندي جوج بنيات. عاني عاده وحتى هما معاها بزاف يا اختي بزاف. عرفتي احنا ما بقيناش كنا بحال كنا مرضنا، عرفتي كنا ملي كنشوفوا هذيك ديك ديك الحاله هكا اللي كانت في حاله ايه كانت في حاله. تبارك الله نجيب لك التصاور ديالها كي دايره. اصلا عندي كي كانت هاد الوجه وكانت هاد البنت وكي كانت هادي، راه ما تقولي مع عمر هاد البنت، هاد القدره ديال هاد البنت اللي ولات هكايا. من هزيتي بنت وحطيتي بنت ولا شي يامات ولا الوجهات ولا فيه بحال الحزاز، الحن ديالها ولا تياكلها، الشنايف ديالها تيتقشروا، اليدين ديالها تيتقشروا. حتى شي مرض عضوي ما محدد، ما كاين حتى شي مرض، ما كاينش زعما تقولي شي حاجه اللي عاد ديري لها الدواء وت زعما وتحسن ولا شي حاجه، ما كاينش. داكشي اللي كاينه صافي. بديتي هالرقيه؟ ما حاولتيش ديري الرقيه؟ لا الحبيبه الرقيه ما خليتش الرقيه. وشنو تيقولوا لك مالين الرقيه دوك الرقاه؟ تيقراو عليها ما تيبان ليا والو، ما كاينش حتى المس والسحر. إيه ما كاينش حتى داكشي ما تيبانش. واحد اللي هنا حدا الجامع ديتها عنده هو اللي قرا عليها. كانت المهم كانت وصلت لي لواحد المرحله صعيبه، هو اللي قال لي عندها سحر. ربما يكون سحر مأكول. قال لي قال لي عندها السحر ولا لا فيه المس. عرفتي راه شي وقت راه خوتها راه كرهت خوتها، كرهتني انا، كرهت بواها، كرهت حتى واحد. راه بقات شحال نقول لك واحد المرحله، راه بقات تتوجه لواحد المرحله صعيبه. البراني يدخل ما تقلش لها، ولات عندها عزله. اه ما تقلش مع الناس. اه ما تقلش الناس يدخلوا عندي، هي تدخل بشي بحال تدخل البيت. ومن شي يامات ولات كتشيل هذا الماء البيت، تشيل هذا البيت، تشيل هي تدخل الكوزينه، دوز لها هادشي. ما لاقيش الراحه. الراحه ما كايناش، النعاس ما كايناش. حتى ملي بقيت مشيت للسبيطار خرجوا لي واحد الدواء شي كاينه ديال النعاس، عاد ملي بقيت كنعطيها لها عاد شي شويه ولات كت. ولكن راه ماشي دواء. الكينه خطاتها صافي. هذيك الكينه عليها بحال غير كتساعدها باش تنعس. مهدئات وصافي. مسكينات باش ما باش غادي من إفو غتشرب الكينه ما غاديش تعقل غادي تنعس. اه صافي. يعني راه ما كاينش راه غدا غتصبح مزيان وغادي تصبح صافي تشافات او لا. والو خطاها الدواء البنت راه كتجهل، ما كتبقى ما كتبقاش عاقله على راسها. عندها الاعصاب كدابز ليك مع خوتها كيدير لها دابز شي، ولكن ملي كتنوض تنوض عليها داك الشيء يدور هذاك الشيء راه اللي جا قدامها كتضربو. ما كتبقاش عاقله. ما كتبقاش عاقله ملي كنهيط عليها داك الشيء ونحيد لها داك الدواء، ولا حيدت لها الدواء اللي غير لا تقاضى ليا وما كانش عندي باش ناخذ داك الشيء. وماسكي ندير ديك الساعه عرفتي البنت راه ما قد ربي اللي خلقها وصافي. راه خوتها وكل شيء وراه كتولي تبارك الله ما نقولكش ما يقدر عليها حتى شي واحد. يعطيها الله الجهد. يعطيها ربي الجهد واللي لقاتو كتضرب. لقات كطرش طرش ضرب دفع اي حاجه. الحمد لله بعدا المشكل بقى عندكم هنا في الدار ما خرجش للجيران ولا دابز لك مع الجيران؟ لا 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 ما تنخرجهاش، لا ما نخرجش ما نخرجهاش الحمد لله. لا ما نخرجهاش اي هنا في الدار. دابا تحسنت شويه. دابا ملي ديت هاد هاد بلاتي ان شاء الله. واخا مشيتي 15 عام ديال المرض ديال المعاناه، السيده كتعاني وانتم كتعانيو معاها. كنعاني وحده. مشيتي للاطباء، مشيتي عند الرقات، ما لقيتي حتى شي نتيجه. كلشي الحبيبه بدون اي تحسن. كلشي ما لقيت حتى حاجه اللي كتدوي لي عليها شويه. واخا كيفاش عرفتي راه كاين واحد المركز ديال الدكتور محمد الهاشمي؟ اه سمعتها قالوا لي شي حتي تيقول شي تيقول شي، وانا واحد النهار وانا نبقى نتبعها
تبعها وانا نشوف تبعتي القناه تبعت القناه وانا نصيب المهم الحمد لله الشهره والسمعه اللي كاينه عرفتي راه كاينه واحد القناه الله يعمر له الدار الله يرحم له الوالدين زعما كل شيء كيقولها به زينه الحمد لله الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى زعما قالت ما كنتش ناكل ما كنتش نشرب ولا تبعتي شي شي حلقه ايه تبعت حاله الشفاء في القناه ايه تبعت ديك السيده قالت لك راه توصلت مسكينه للموت لقيتي نفس الاعراض ديال نجات قالت لك هي هذيك قالت لهم دابا الحمد لله الحمد لله وليت دابا كنخرج مع الناس نمشي لفروحه نمشي وليداتي وليت كنصب ليهم نوكلهم نشربهم نعتني بهم قالت لهم انا كنت سمحت في الدار ديالي من مره ما بقيتش حتى حاجه نعقل عليهم نعرف راسي شنو كاينه وانا سمعتها بحال هكا كان صافي بقيت نسولتها قالوا لي راه كاينه المركز ديالو في بطانه جيتي للمركز جيتي وانت معاك نجات جيت معايا نجات جيتي عندنا نجات للمركز كي جاك الاستقبال مزيان استقبلوك البنات سمعوا المرض اللي عندك سمعوا المشكل والمعاناه ديالك شنو الاجراء اللي درتي عطاوك ثمن الجرعه عطاوني الجرعه خديتي بلاتي عطاوك ثمن الجرعه خلصتي من بعد خلاص شحال تسنيتي باش جاتك الجرعه درت جوج جرعات لا فاش خلصتي شحال تسنيتي المده 3 ايام 4 ايام 5 ايام يكون هكاك شي 6 ايام هكا 6 ايام واش دات الجرعه مشيتي خديتيها وراك طريقه الاستعمال هاد الجرعه اللي خديتيها انا جات مناش كتكون شنو لقيتي فيها لقيت فيها اعشاب اعشاب طبيعيه وزيت الزيت ديال الرقيه والماء ماء الرقيه حتى هو العسل التمر العسل هذاك هو الاعشاب اللي فيهم العسل العسل مخلط بالاعشاب وكاين اعشاب وحده اخرى كاينه كدار في الماء وكتشرب جبتي الجرعه استعملتيها بديتيها بديتها كيفاش حسيتي من اول اللي استعملتيها حسيت زعما شويه لاباس ولكن هذه المره هذه بحال منين تعطلت على هذه الجرعه هذه حسيت بحال داك الشيء بحال اللي ولات حتى تشد من لهنايا داك بحال كيرجع لك داك الشيء لان ما خصش يكون انقطاع ما بين جرعه وجرعه نحاولوا انه ما يكونش انقطاع ما كرهتش نحاولوا انه ما يكونش انقطاع نحاولوا انه ما يكونش انقطاع لان ملي كيكون الانقطاع يعني ما تكونش داك الاستمراريه راه بحال بحال كنثقلوا شويه من داك من داك الشفاء بحال كنعطلوا شويه فهمتي اما ملي كتكون استمراريه يعني الانسان راه كيحارب واحد المرض بالاستمراريه وجرعه مورا جرعه كنقضيو على داك المرض باذن الله باش حسيتي من احكي لي الحاجه فاش خدات نجات اول مره الجرعه بدات كتستعملها بدا كيبان لك شي تحسن الحمد لله الحمد لله تهدنت من داك الشيء تهدنت الراس ديالها تهدن ما بقاش كيضرها واخا بعض الخطره كت شي شويه كت دير ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقات هذه ما بقاش تضرها المعده بزاف ديال الحوايج اللي شويه اللي تشافات منهم الحمد لله الحمد لله خرج جوج جرعات من الخلعه ومركز الشيمي داك الحلم وداك ما بقاش داك الشيء كله الحمد لله الحمد لله خديتو جوج جرعات جوج جرعات الحمد لله كانوا كافيين باش يحيدوا هذا الشيء كامل الحمد لله وشفنا النتيجه الحمد لله دابا نطلبوا سيدي ربي الله يجعل الله تعالى وتبارك يجيب لنا الشفاء على تام باذن الله باذن الله تعالى وتبارك واليد ديالكم الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير ان شاء الله واخا شنو ممكن تقولي للمشاهدين الكرام الناس اللي كيشوفونا اللي غادي يسمعوا الحاله نجات وغيسمعوا المعاناه ديالها كيفاش كانت وكيفاش ولات من بعد استعمال جرعتين فقط شنو ممكن تقول باش كتنصحي الناس نصحهم الله يرحم لهم الوالدين اللي عنده شي مرض بحال البنت ديالي يمشي يتجه للدكتور الهاشمي انت جربتي جربته انا والحمد لله الحمد لله ونجات باش تنصحي الناس النتيجه ثلاثة نطلب من الله يتجه الهاشمي الله يجازيه بخير نجات عطيني شي كلمه شكر في حق الدكتور محمد الهاشمي اللي كان سبب في الشفاء ديالك تنشكر محمد الهاشمي على هذا الشيء اللي قدم لنا تنشكره بزاف الله يرحم الوالدين الله يجازيه بخير الله يزيد في ايامه يا ربي امين والله يجعله دائما سبب شفاء جميع المسلمين جميع المسلمين يا ربي باذن الله يا ربي امين يا ربي امين بهذه المناسبه الدكتور محمد الهاشمي حتى هو ما نساكش وبغى يشاركك حتى هو الفرحه ويزيد من الفرحه ديالك ارسل لك جرعه وقائيه مجانيه كهديه من عنده نشكره بزاف على الهديه اللي قدم لنا الله يبارك فيك شكرا بارك
الله يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. نشكركم على حسن الضيافه ديالكم. الله يجعل الحسنات في الجنه. اللهم امين. الله يجعل مقامه يكون في جنه الاعلى وجنه الفردوس. اللهم امين. الله يجعل بركته وبركه الله تنفعنا وتنفع بنيتي وتشفى بنيتي يا رب. ويجزيكم الله بخير ويجعل حسناتكم في الجنة إن شاء الله. أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك. الله يخلي لنا الشيخ دائما ليدي ويخلي دائما سبب في شفاء جميع المرضى إن شاء الله يا ربي. مشاهدينا الأفاضل، ما سخيناش بكم وما سخيناش بهاد العائلة الكريمة اللي استضفاتنا في قلب بيتها. كنضرب لكم موعد جديد مع حالة شفاء جديدة. دمتم في أمان الله.